السلام عليكم سيداتي الكريمات، السادة الكرام، نتمنى أن تكونوا بخير وفي أحسن حال. مرحبا بكم في قناتكم عروض واختيارات. أهلا بأعزائي الكرام في جديد عروض بيم الجهوية التي ستكون في بعض الجهات خاصة بهذا الأسبوع ابتداء من يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020. ستشاهدون الآن عرض بيم الأول بجهة المحمدية، ويمكن أن يكون بجهات أخرى، ويشمل على العديد من العروض الخاصة بلوازم وأواني المطبخ وغيرها من العروض. أرجو أن تنال إعجابكم. مجموعة 3 سجادات مختلفة الألوان، السجادة الكبيرة 1.5 متر على 80 سنتيمتر، ثم سجادتان صغيرتان أبعاد كل واحدة منهما 1.20 متر على 60 سنتيمتر. ثمن هذه السجادات هو 249 درهم. المرجو من المتابعات الكريمات والمتابعين الكرام الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد ومشاركة الفيديو مع أقاربكم ومعارفكم لتعم الفائدة على الجميع وإضافة تعليق. هدفنا إيصال المعلومة للجميع. شكرا لكم. إناء للفرن مستطيل الشكل مصنوع من البورسلين، الأبعاد 32 سنتيمتر على 21 سنتيمتر، ثمن 50 درهم. إناء صغير للفرن من البورسلين لطبخ الحلويات، الأبعاد 10 سنتيمتر، ثمن هذا الإناء 6 دراهم تقريبا. إناء آخر للفرن مربع الشكل مصنوع من البورسلين، الأبعاد 24 على 24 سنتيمتر، وثمن الإناء 30 درهم تقريبا. نتمنى أن تشتركوا في القناة وتشاركونا تعليقاتكم واستفساراتكم وآرائكم القيمة حول هذه العروض. إناء آخر للفرن دائري الشكل مصنوع من البورسلين 28 سنتيمتر، ثمنه 30 درهم. ستة أطباق للتقديم مصنوعة من الزجاج، سلايف تركية الصنع، ثمن هذا الطقم الزجاجي 30 درهم. كل الشكر والتقدير على تعليقاتكم واستفساراتكم وتساؤلاتكم وإجاباتكم التي تساهم في الإفادة والاستفادة. صينية للتقديم من المعدن مذهبة الحواف، الأبعاد 0.5 متر على 37 سنتيمتر، ثمن الصينية فقط 180 درهم. أما طقم الكؤوس وإبريق الشاي فقد تم طرحهم في عروض سابقة وليسوا مع الصينية. منظم لمختلف أغراض المنزل 15 درهم تقريبا. علبة القمامة سعتها 14 لتر ثمنها 30 درهم ومتوفرة بلونين. علبة بغطاء متعددة الاستعمالات السعة 6 لتر ثمنها 15 درهم.
للتذكير، هذا العرض سيكون في جهة المحمدية، ومن الممكن أن يكون في بعض الجهات والمدن القريبة من المحمدية كالرباط والسلا والقنيطرة وغيرها من المدن. ومن الأفضل التأكد من أقرب بهم إليكم قبل يوم الجمعة، ونعتذر لمن لم يجدوا العرض بجهتهم، كما نطلب ونرجو ممن وجدوا العرض بجهتهم أن يخبرونا في التعليقات لتوضيح الأمر وإيصال المعلومة للجميع، وشكرا. نتمنى أن تشاهدوا الفيديو للآخر لأن به عروض متنوعة، وأغتنم الفرصة لأشكركم على اهتمامكم بما نقدمه، وأرحب بالناس الجدد الذين يشاهدون القناة لأول مرة، أطلب منهم الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يتوصلوا بكل جديد. أرجو أن أكون قد وفقتم وأن أكون عند حسن ظنكم في تقديم العرض، وشكرا على المشاهدة. بعد مشاهدتكم لعرض الأول الخاص بجهة المحمدية، موعدكم مع العرض الثاني من عروض بيم الجهوية هذا الأسبوع، والذي سيكون ابتداء من يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 بجهة بوسكورة وجنوب الدار البيضاء، ويشمل عليه العديد من العروض خاصة بالمنظمات وأدوات تخزين الأغراض وتنظيم المنزل. أرجو أن تنال إعجابكم. منظم لمختلف أواني المطبخ لربح مساحة أكثر، وتنظيم المطبخ مصنوع من المعدن الأبعاد 38 على 40 على 21 سنتيمتر، ويتوفر على 9 رفوف. ثمن هذا المنظم 135 درهم. منظم آخر لمختلف أواني وأدوات المطبخ والميكرو أوند لتنظيم المطبخ، مصنوع من الإينوكس والبلاستيك، يتوفر على 2 رفوف، من شركة إمبريال، الأبعاد 61 سنتيمتر في الطول و 49.5 سنتيمتر في العرض، أي نصف متر تقريبا، و 25 سنتيمتر في القاعدة، ثمنه 100 درهم. منظم مقعد للسيارة لتخزين مختلف الحاجيات، مصنوع من الجلد الصناعي بلونين البني والأسود، الأبعاد 63.5 سنتيمتر على 47 سنتيمتر، ثمن هذا المنظم الخاص بمقعد السيارة هو 75 درهم. مجموعة 6 حقائب منظمة للسفر مختلفة الأحجام، تتوفر بألوان مختلفة، ثمن 6 الحقائب هو 50 درهم. أرجو أن أكون قد وفقت وأن أكون عند حسن ظنكم في تقديم العرض، وشكرا على المشاهدة. منظم خاص بصندوق السيارة كوفر السيارة لجمع مختلف الأغراض والحاجيات وترتيبها، أبعاد هذا المنظم هي 52 سنتيمتر أي نصف متر تقريبا على 24 سنتيمتر على 31.5 سنتيمتر، وثمن هذا المنظم الخاص بكفر السيارة هو 50 درهم. مجموعة 2 أكياس للتخزين بالإضافة لمفرغات الهواء من هذه الأكياس بعد ملئها بمختلف الأغراض، أبعاد الكيس الكبير 70 على 100 سنتيمتر أي متر، وأبعاد الكيس الصغير 55 سنتيمتر على 85 سنتيمتر من صنع إمبريال، ثمن 2 الأكياس ومفرغات الهواء هو 50 درهم. كيس آخر للتخزين 60 سنتيمتر على 80 سنتيمتر صنع إمبريال، ثمن الكيس 13 درهم.
طاولة قابلة للطي للأطفال، يمكن استخدامها في أي مكان كالسيارة مثلا عند السفر. ثمن هذه الطاولة هو 60 درهم ومتوفرة بعدة ألوان. منظم وحدة التحكم للسيارة لجمع وترتيب أغلب الحاجيات في السيارة، مصنوع من البلاستيك، ثمنه 50 درهم. حقيبة لجمع مختلف الأدوات والأكسسوارات الهامة خصوصا عند السفر، مختلفة الألوان. أبعاد هذه الحقيبة 9 سنتيمتر على 12 سنتيمتر وثمنها 10 دراهم. للتذكير والتوضيح، هذا العرض سيكون بجهة بوسكورة وجنوب الدار البيضاء ابتداء من يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، والمرجو منكم التأكد وشكرا. بالإضافة لهذه العروض الجهوية، هناك عروض وطنية لبيم والتي ستكون بجميع المدن والجهات، يمكنكم الاطلاع عليها من خلال قناتكم عروض واختيارات، وستجدون روابطها في الفيديو وفي الوصف. إن أعجبكم الفيديو لا تنسونا بالاشتراك وتفعيل الجرس لكي تتوصل بكل جديد، وجيم للفيديو وإضافة تعليق. دعمكم استمرار لنا. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.